رجعنا من جديد ومستمرين بحلقتنا لليوم. رح نتحدث الآن عن موضوع وهو موضوع مهم جدا، وصندوق أيضا بنفتخر فيه وجهوده مباركة دائما، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. رح نعرف عن برامج هذا الصندوق، رسالته ورؤيته. وأيضا معنا في الاستديو الآن مدير العلاقات العامة والاتصال السيد سيف غيث، وأيضا معنا مديرة الدعم والبرامج ريم اقتشاط. نصبح عليكم. صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بداية خلينا نتحدث عن هذا الصندوق وتأسيسه والخدمات عم بقدمها. بداية نحب نشكركم، نشكر التلفزيون الأردني برنامج يوم جديد على الاستضافة، وطبعا دائما جهودكم مباركة في تسليط الضوء على القضايا المهمة اللي عم بتيجي لنا. أهلا وسهلا واجبنا. الله يخليكي، شكرا. صندوق الأمان لمستقبل الأيتام تم تأسيسه عام 2003 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا للالتفات لقضية يعني احنا مجتمعنا يمكن مش كثير كان ملتفت إلها أو مش كثير كان بفكر فيها، وهي الشباب الأيتام بعد وصولهم للسن القانوني اللي هو 18 سنة وتكفل فيهم ودعمهم بعد وصول لهذا السن. طبعا الصندوق عام 2006 تم أسسته تحت وزارة التنمية الاجتماعية كجمعية خيرية غير ربحية. ويعني من 2006 لغاية إن شاء الله يعني إحنا 15 سنة شغالين في هذا الموضوع، في هذه القضية. طبعا هدف صندوق الأمان، رؤية خلينا نحكي صندوق الأمان، هو توفير مستقبل أفضل للشبابنا الأيتام بعد وصولهم لهذا السن، ومن خلال تمكينهم، من خلال دعمهم، من خلال تأمينهم بجميع احتياجاتهم بالإضافة لتعليمهم سواء كان الجامعي أو التدريب المهني، وذلك طبعا عشان يوصلوا لمستقبل مستدام ويقدروا يعتمدوا على حالهم ويقدروا ينخرطوا في المجتمع الحالي اللي احنا فيه. إذن سيف، الفئة المستهدفة هي الفئة ما بعد السن القانوني. الفئة المستهدفة عندنا طبعا احنا يعني بنغطي جميع الأيتام اللي في المملكة بعد تخرجهم من دور الرعاية اللي هو اليتيم اللي بيكون فاقد السند الأسري بعد وصوله سنة 18 وتخرجوا وخرجوا من دار الرعاية، بالإضافة ليتيم الأب أو يتيم الأم اللي بيكون طبعا عايش مع أحد أقاربه في المناطق الأقل رعاية في المملكة. فهم هذول الفئتين اللي احنا بنستهدفهم، وطبعا دائما بنحاول انه نستهدف جميع الشباب الأيتام اللي في المملكة. ريم، حثينا عن البرامج اللي بيقدمها هذا الصندوق للأيتام. هلا احنا هاي السنة عم نحضر عشان نطلق السنة الجاي اللي هي البرامج الجديدة لصندوق الأمان. هلأ الشباب عنا بس يجي يلتحقوا في البرامج عنا بيصيروا 18 سنة. عم تطلع كيف التطور عم بيصير في المجتمع وقدي عم بيكون سريع، في شوية كفاءات أو كفايات بيحتاجوها الشباب عشان يقدروا يستمروا في مسيرتهم. فإحنا قسمناها لثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى اللي هي الإعداد والتهيئة، اللي هو بيكون قبل ما يفوت على المسار التعليمي تبعه بنعمل لهم إرشاد نفسي واجتماعي وإرشاد وتوجيه مهني إنه وين بده يروح، إيش لازم يدرس، إيش سوق العمل بيحتاج، إيش ما بيحتاج في الوقت الحالي، عشان نحاول نوصل لموضوع اختيار أفضل لإله بالمسار التعليمي. بعدين في عنا المرحلة اللي بعديها اللي إلها دخل لما بيدخل بترك الشاب دار الرعاية وعم بيلتحق بالمسار التعليمي سواء كان جامعي أو دبلوم أو تدريب مهني في بحسب اختياره. بهاي المرحلة إحنا بنعطيهم عدد من البرامج اللي هدفها بناء قدراتهم، تمكينهم بالمهارات اللي لازمة لهم عشان يهيئهم لسوق العمل. فعم نحكي عن مهارات إلها دخل بالمهارات الحياتية، عم نحكي عن دعم نفسي واجتماعي، عم نحكي الديجيتال سكيلز اللي هم المهارات اللي هم دخل بهاي الأشياء، الأمور المالية لأنه عم بيطلعوا من مكان هم ما بيعرفوا يتعاملوا مع المبالغ المالية. طبعا خلال هاي الفترة الصندوق بيكون معني أنه يتكفل بدراستهم بالإضافة إلى دعم معيشي ويعني بيشمل السكن والمصروف. وبالمرحلة اللي بعديها اللي هي اللي دخل بالعمل والابتكار، وإحنا بندعم الأفكار تبعتهم إذا عندهم أفكار إبداعية إلها دخل بإنشاء مشاريع أو منأهلهم ليدخلوا سوق العمل بشكل شبابنا فيه بيقدروا يتنافسوا مع أي شاب تاني عم بيدخل سوق العمل. ولكن إحنا شبابنا مسلحين بمهارات بتساعدهم أكتر
من غيره. نعم جميل جدا. ويعني فكرة توجيههم بالبداية للتخصصات والبرامج اللي عم تشتغلوا عليها الآن فعلا جميل جدا. ولكن الحديث عن خلينا نحكي الخطط المستقبلية وخصوصا في ظل كورونا، يعني خططكم الآن وتأثركم بهذه الجائحة بشكل عام. هلأ هو بلا شك التأثر عم بيكون كتير كبير. عم نحكي عن الشباب عم بيضطروا يقعدوا في بيوتهم عشان الدراسة صارت أونلاين زي ما بتعرفوا، فهذا كتير بيأثر عليهم، بيأثر على نفسياتهم، ولكن بالمقابل هي فرصة إنهم يشتغلوا على حالهم أكتر. فإحنا عم نوفر لهم كل التدريبات اللي عم بتصير أونلاين اللي بتساعدهم، زي مثلا الدورات الإنجليزي، الدورات اللي لها دخل بالأمور المالية والأمور الحياتية، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هذا بس خلال هاي الفترة اضطراريا عشان نقدر إن نحميهم قدر الإمكان يقدروا يتأقلموا مع التحديات اللي عم تحطها علينا الجائحة. نعم. ولكن خلال السنة الجاية رح تكون كمان، يعني رح نفوت بشكل أقوى طيب. على المهارات. سيف، نحن بنحكي عن المساعدات من خلال التبرعات، كيف الناس بتقدر تتبرع؟ وخلينا نكون واقعيين، جائحة كورونا ممكن أثرت على كمية التبرعات وأيضا نوعية التبرعات، خلينا نحكي. صحيح صحيح. طبعا بحب احكي انه احنا طبعا اكيد تاثرنا زي يعني جميع المؤسسات وجميع الافراد والقطاعات اللي في المملكه، الجميع تاثر في هاي الجائحه. ولكن يعني احنا الحمد لله رب العالمين، طبعا احنا عندنا قاعده كبيره من المتبرعين اللي صار لهم سنوات وسنوات معنا مع صندوق الامان، وبيامنوا بفكره صندوق الامان وانشائه والقضيه اللي عم نشتغل عليها. فمتبرعينا الحمد لله يعني ظلهم داعمين لنا وظلهم يتبرعوا لشبابنا. اي نعم في طبعا بعض الظروف الماليه اثرت على البعض، ولكن يعني الحمد لله مستمرين في العمل وهم مستمرين في التبرع. لأن هلأ في العديد من الطرق اللي ممكن من خلالها ناس تتبرع للصندوق، ممكن من خلال الهاتف المباشر لصندوق الأمان، من خلال خدمة إيفواتيركم، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الأمان، من خلال صناديق التبرعات الموجودة في المحال التجارية، في المولات، طبعا كلها موجودة في أغلب المحلات التجارية. بس اللي بحب احكي هون كمان بالاضافه للتبرع، اكيد احنا يعني صندوق قائم على التبرعات يعني، ولكن الشيء الاهم انا بحب من خلال التلفزيون اني اوجهه انه يعني الناس اللي سمعت عن صندوق الامان وامانه فكره صندوق الامان، انا بحب انها كمان تزيد الوعي، تنشر الوعي في المجتمع عن هذا الصندوق. يعني هذا ممكن يكون كمان مرات اهم من موضوع التبرع، لانه الالتفات لهذه القضيه امر جدا مهم. فانا بحب انه كل حدا عم بسمعنا انه يحاول ينشر الوعي عن الصندوق، عن المهمة اللي عم تقوم فيها الصندوق، وبالتالي طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال انه يحكوا لاقاربهم لاصحابهم لاصدقائهم عن الصندوق، عن فكرته، ويحاولوا ينشروا هذا الوعي، وبالتالي ان شاء الله كمان التبرعات من المجتمع بتزيد للصندوق. هو نوع من انواع التكافل الاجتماعي، يعني احنا قديش في عنا التكافل الاجتماعي وقديش بننادي فيه، ونعرف قديش الشعب الاردني بحب النخوة وبحب المساعدة، فهي نوع من أنواع هاي التكافل. لازم كلنا يكون عندنا توعية، يعني حتى لو مثلا ابنك حوش بالحصالة مثلا يساعد، لأنك أنت جزء من المجتمع، هذا الشخص هو أخوك بالإنسانية وفي المجتمع، فأنت لازم تساعده. نعلم أولادنا للعطاء، لأنه نحن للأسف بنشوف الأولاد عم بيطلعوا شوي في عندهم البعض، ما بدنا نعمل في أنانية لأنه مش عم نعرف كيف نتعاطى، المهم أنا ومن بعد الطوفان. 100% هو زرع هذا الموضوع، هي مسؤولية مجتمع كامل بنفس الوقت. صح. وتطوير مجتمع كامل، إحنا لأنه بالنهاية هم راح يطلعوا على سوق العمل، فإذا طلعوا مش مؤهلين بالتالي إحنا عم خرب مجتمع. صح. وإحنا صح. ما بدنا هذا الإشي دائما يصير. صح. ولكن بدنا بنهاية لقائنا رسالة بتحبوا توجهوها من عندك ريم، يعني لكل الأشخاص اللي عم بتابعنا الآن، وهو موضوع مهم جدا ويمكن أحيانا بننسى إحنا. هلا انا بدي اكد على اللي حكيتوه وتفضلتوا فيه، انه احنا بنشوفها كمسؤوليه مجتمعيه. احنا كلياتنا نعتقد انه كمجتمع احنا نتكافل سويا عشان ندعم هدول الشباب، عشان الشاب يكون له حقيه او فرصه متكافئه زيه زي اي شاب اردني موجود على هذه الارض. ف يعني نتمنى أن الكل يتكافل معنا سويا عشان نوصل لهذه الفرص المتكافئة، عشان ضلوا شبابنا الأردنيين ينافسوا على مستوى العالم. شكرا. شكرا بيم، وشكرا لكم أول إشي على يعني إيمانكم بهذه القضية. وزي ما حكت ريم، أنا يعني اللي بحب أحكي أنه هاي قضية هي قضية مجتمع أكمل، وليست مسؤولية شخص معين أو جهة معينة، هي مسؤولية مجتمع كامل صراحة.
وزي ما حكيت يعني بس يا رب انه اللي عم بسمعنا كلهم انهم ينشروا هذا الوعي عن هذا الموضوع ويصير انه الدعم دائم من الجميع للصندوق ولهدف رؤيه الصندوق انها تتحقق ونحقق مستقبل افضل ان شاء الله لشبابنا اللي موجودين في الصندوق. اكيد تشرفنا فيكم ويعطيكم العافيه. ودائما بنحكي اي شخص بيسعى دائما الى رفعه ومنعه هذا المجتمع من خلال شبابه ومن خلال هذا المجتمع بنرفع له القبعه. شكرا لكم يعطيكم العافيه. شكرا لكم. تشرفنا بوجودكم معنا. اكيد يعني نتمنى من خلال هذا اللقاء يصير في وعي اكثر في هذا الموضوع كافي، وايضا يكون في تبرعات ولو بمبالغ بسيطه. لو بدينار تفرق والله. بدينار كل دينار بفرق. واحنا حكينا عن قبل عن يعني صندوق همة وطن. نعم. والان ايضا بهمنا يكون في تبرع لأشخاص إحنا بنعتبرهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. صح. وعندهم قدرات ويمكن قدرات والفرص اللي نعطيهم إياها. نعم. تأهلهم لوصول عالميا. صحيح.